السلام عليكم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. فهذا الفيديو ان شاء الله سنشرح لكم طريقة انشاء صفحة في الفيسبوك فقط بالهاتف بطريقة سهلة جدا. ما عليك يا اخي او ما عليك يا اخوات مشاهدة الفيديو حتى اخر دقيقة لكي لا تفوتك اي لقطة. المهم يا شباب، سوف نذهب الى صفحتنا في الفيسبوك بهذه الطريقة. الكل لدينا صفحة الفيسبوك، لدينا بروفايل في الفيسبوك. نضغط على الملف التعريفي ثم نذهب إلى الأسفل، نضغط على الصفحات بهذه الطريقة. نذهب إلى نشاهد الآن، نذهب إلى إنشاء صفحة بهذه الطريقة، وبعدين نبدأ الاستخدام. وهنا يعطيك اسم القناة، هنا سوف تدخل اسم قناتك. مثلا نكتب أي اسم بهذه الطريقة، نكتب مثلا التاجر. المهم فقط هذا غير مجرد اسم، المهم سوف تختار اسمك، اسم قناتك على حسب محتواك. ممكن محتواك يكون كرة القدم أو ترفيهي أو رياضة أو فيتنس. المهم أنا محتواي مثلا سوف يتكلم عن التجارة أو كل ما يتعلق بالبيع والشراء. المهم سأختار، لابد يا صديقي أن تختار عنوان مناسب على حسب محتواك في الصفحة في الفيسبوك، لأن ذلك يساعد الجمهور في التعرف أكثر على نوعية المحتوى الذي تقدمه. وبعدين بعد كتابة اسم الصفحة، بعدين نضغط على التالي بهذه الطريقة. وهنا يعطيك ماذا ستختار، هل لديك ما نوع المحتوى لديك. هنا يعطيك بعض الاقتراحات، هنا موسيقى، فرقة موسيقية، إذا كان لديك محتوى تقدم الغناء أو ما شابه ذلك فيمكنك الضغط على موسيقى، فرقة موسيقية. أو إذا كان محتواك صحة، تجميل، يتعلق كل ما يتعلق بالتجميل أو بالمواصفات أو مواصفات التجميل، يعني أي زيادة الوزن، نقص الوزن، وكل ما يتعلق بالبشرة، سوف تضغط على صحة وتجميل. أما إذا كان محتواك يتعلق كل ما هو بتجاري أو كل ما هو يتعلق ببيع السلع والخدمات وكل ما شابه ذلك، فيمكنك الضغط على متجر بقالة بهذه الطريقة. ولكن أنا في محتواي ممكن سأختار صفحة شخصية، لأنها صفحة يعني تتعلق بمحتواي. محتوى سوف يكون محتوى متنوع، يعني مرة فيديوهات عندها علاقة بمحتوى متنوع، ليس محتوى يعني محتوى يتركز على فئة فقط. لدي محتوى فيديوهات تتركز على عدة فئات. المهم سأختار صفحة شخصية. مهم أنا سأختار متجر البقالة، لأن محتوى يتعلق عفوا محتوى يتعلق بالتجارة، يعني كل ما يتعلق بالسلع والبيع والشراء. المهم سأختار إنشاء صفحة بهذه الطريقة، نضغط على إنشاء صفحة. ننتظر قليلا، هنا يعطيك لقد قمت بإنشاء صفحتك، ما أفضل وصف لأهدافك. سنستعين بهذه المعلومات لمساعدتك في إكمال إعداد التجار، ولن يؤدي هذا إلى تغيير صلاحية وصولك إلى كل ميزات صفحتك. هنا يعطيك ما نوع المحتوى الذي ستقدمه لأنسب. هنا يعطيك الترويج منتجاتي أو خدماتي،
أنسب للشركات والمنظمات غير الهادفة للربح، مثلا إنشاء محتوى التواصل مع المعجبين. هنا لازم تضغط على، هنا يعطيك مثلا في الصفحة الأولى يشرح لكم هل هذه القناة مختصة فقط في الدعاية، يعني مجرد فقط للدعاية أو ليس غرض الربح. وهنا لتحت يعطيك من مجرد قناة لإنشاء محتوى والتواصل مع المعجبين. نعم نختار إنشاء محتوى، يعني سوف نشارك فيديوهات، يعني بطبيعة الحال نحن ننشأ صفحة من أجل الربح ليس من أجل الترويج لشيء ما. المهم سنختار إنشاء محتوى والتواصل مع المعجبين، نضغط متابعة بهذه الطريقة، نضغط على التالي، نضغط على التالي بهذه الطريقة. وهنا نضغط على تم، وسوف يحولنا إلى صفحة مباشرة كما تلاحظون مشاهدينا الكرام. كما تلاحظون هنا صفحة قد تمت بنجاح. هنا في الأول اخترنا اسم التجار، وبعد ذلك يمكنك اختار صورة لك وإدخال بعض المعلومات التعريفية الخاصة بك. هنا يمكنك إضافة صورة الملف الشخصي، صورة الغلاف، السيرة الذاتية، ويمكنك أيضا إضافة العنوان. مثلا إذا كنت صفحة، مثلا أنا اخترت صفحة البيع والشراء، لازم يكون عندي عنوان لكي يجلب لي الزوار، لكي يعرف المتابعين مكان العمل بتاعي. هنا تعمل الهاتف، البريد الإلكتروني، وهنا الساعات العمل، والباقي ممكن أن تضيفه أو كما تحب. وأيضا هنا يا شباب، المهم يا شباب الصفحة تم إنشاؤها بنجاح. ما عليك سوى إضافة صورة الغلاف أو الملف الشخصي. بالنسبة للأشخاص الذين يطرحون سؤالا في التعليقات حول الشروط الربح من الفيسبوك، شروط الربح من الفيسبوك يا شباب، لابد يكون عندك 5000 متابع. وتلاحظون يا شباب هنا سنذهب إلى تحقيق الربح لكي نعرف الشروط اللازمة لتحقيق الربح من الفيسبوك. نضغط على تحقيق الربح. هنا يعطينا عدة طرق للربح من الفيسبوك، هنا النجوم، إعلانات الفيريز، المكافآت، إعلانات البث المباشر، إعلانات المضمنة في المحتوى، الاشتراكات. أغلب اليوتيوبرز يختارون إعلانات المضمونة في المحتوى والإعلانات في الريل. نضغط على الإعلانات، هنا يعطينا 60,000 دقيقة. هنا يعطينا أولا 5,000 متابع، والشرط الثاني 60,000 دقيقة، والشرط الثالث هو لازم ترفع 5 فيديوهات في آخر 30 يوما. تمام يا شباب، هادو هما شروط الفيسبوك. إذا أردت أن تحقق الشروط الفيسبوك لازم توفر فيك هذه الشروط، ولازم محتواك يكون أصلي 100%.
لا تنزل فيديوهات المس بتاعك يا صديقي، لابد فيديوهات يكون بتاعك 100% ومن تصويرك أنت، لأن فيسبوك سوف يكتشف ذلك ولن يقبل صفحتك في تحقيق الربح. تمام يا شباب، لأن فيسبوك صارم في هذه المسألة. لازم يكون عندك 5000 متابع و60000 دقيقة وخمسة فيديوهات في آخر 30 يوما. وهنا الشروط لتحقيق الربح في إعلانات مضمنة في المحتوى. مهم شروط الريلز لتحقيق الريلز. شروط لتحقيق الريلز سهلة جدا. ما عليك يا أخي هو تنشر فيديوهات، تنشر مقاطع الريلز كثيرة جدا كثيرة يوميا. لازم تنشر يوميا مقاطع الريلز تقريبا 2 فيديوهات في اليوم، عشان لما يشوف الروبو بتاع الفيسبوك بأنك نشط في مقاطع الريلز سوف يعطيك الأمر، يعطيك حق الربح من أموال بتضمين إعلانات في الريلز. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. كان معكم المتنبي، شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. وإذا كان عندكم مشكل أو شيء يتعلق بسياسة اليوتيوب أو أي شيء يتعلق إلا بسياسة الفيسبوك، ما عليك سوى وضع تعليقك في التعليقات وسوف أرد على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم.